انطلق في هذا الأسبوع أعمال اللقاء الثامن لأعضاء الفهرس العربي الموحد الذي تستضيفه مكتبة الكويت الوطنية تحت الشعار نحو وصول فاعل إلى المعلومات لتنمية مستدامة ناجحة. كما يعتبر مشروع الفهرس العربي الموحد أبرز المشروعات العلمية التي أنجزتها مكتبة الملك عبد العزيز الذي تبنته ورعته المملكة العربية السعودية بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله عبر الشراكة مع العديد من الدول العربية. لمناقش هذا الموضوع معي الدكتور صالح المسند مدير مركز الفهرس العربي الموحد بمكتبة الملك عبد العزيز. مرحبا دكتور صالح. أهلا مساء الخير لك والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في البداية يعني حدثنا عن اللقاء الثامن لأعضاء الفهرس العربي الموحد. اللقاء الثامن لأعضاء الفهرس العربي الموحد عقد في هذا اليوم وبالأمس وافتتح يوم الاثنين المساء الاثنين الماضي في المكتبة الوطنية في الكويتية في دولة الكويت الشقيقة. وهذا اللقاء ضم ممثلين للمكتبات العربية في من جميع الدول العربية، و يعني كما ذكرتم كان تحت عنوان نحو وصول فاعل إلى المعلومات لتنمية مستدامة ناجحة، وهو يرتبط بخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة في الدول العربية وكيف تكون كيف تحقق المكتبات وتسهم بإسهام فاعل في خطط التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدول العربية لهذا الغرض. جميل دكتور صالح، إذا ممكن يعني مين شركائكم في هذا المشروع؟ طبعا فهرس العربي الموحد هو يشترك في عضويته في المكتبات العربية من جميع الدول العربية، وهناك تقريبا حوالي 5000 مكتبة تشترك في عضوية الفهرس العربي الموحد. و يعني في مساء الاثنين الماضي ايضا دشنت المكتبه الرقميه العربيه الموحده، وهي ستعرض مقتنيات المكتبات العربيه من اوعيه المعلومات المختلفه بالنصوص الكامله، وايضا الاوعيه الاخرى مثل المواد المسموعه والفيديو، بحيث تتاح للباحثين عن المعلومات من خلال الانترنت في جميع أقطار العالم. جميل دكتور صالح، طيب كيف راح يساهم هذا المشروع في دعم الخطط التنمية المستدامة؟ طبعا الفهرس يعمل على تطوير فهارس المكتبات العربية من خلال توفير القاعدة الببليوغرافية والتي تشتمل على أكثر من 2,300,000 تسجيلة يعني معدة على أرقى المعايير الدولية ومتاحة لجميع المكتبات لتحديث فهارسها، بحيث يتمكن الباحث من الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر. أيضا الفهرس قام بتدريب العاملين في المكتبات العربية من المحيط حتى الخليج، ودربنا حوالي أكثر من 5,000 متدرب ومتدربة من العاملين في المكتبات العربية في جميع أقطار العالم العربي. وأيضا يأتي على يعني توجنا هذا المجهود الذي دام أكثر من 10 سنوات منذ تدشين خدمات الفهرس في عام 2007 بتدشين المكتبة الرقمية العربية الموحدة في رحاب مكتبة الكويت الوطنية. وهذه المكتبة طبعا ستوفر سبل الوصول إلى النصوص الكاملة لأوعية المعلومات خلال الإنترنت، وستعمل على دعم برامج التعليم ودعم التعليم المستمر ونشر الثقافة المعرفية في المجتمع في جميع طبقات المجتمع. فهذا المشروع بكافة محاوره وبكافة جوانبه سيعمل على تمكين المكتبات العربية من الوصول من نشر المعرفة وتمكين المستفيد من الوصول إلى الحر إلى المعلومات من كافة مصادرها. جميل دكتور صالح، طيب هل الفهرس والمكتبة الرقمية متاحة للجميع؟
بالنسبة للفهرس وأيضا المكتبة الرقمية العربية الموحدة هي متاحة للمكتبات لتطوير قواعدها وأيضا لنشر النصوص الكاملة من خلال المكتبة الرقمية العربية، وأيضا متاحة للمستفيدين عموما بالبحث من خلال بوابة الفهرس وبوابة المكتبة الرقمية وأيضا الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر. جميل. طيب دكتور صالح، يعني ضرورة هذا النوع من المشاريع أنها تكون متطورة وتقنية ومواكبة، قديش راح يضيف للمعرفة والثقافة؟ طبعا إذا نظرنا إلى مجتمع المستفيدين فلدينا طبعا يعني على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية أكثر 70% من سكان المملكة تحت 30 سنة، وهذا الجيل نشأ مع التقنية ويحتاج إلى توفير خدمات معلومات تتناسب مع احتياجاته ومع طرق وأساليب وسلوكيات البحث عن المعلومات والوصول إليها. فهذا الجيل يستخدم التقنية بكثافة ويحتاج إلى وسائل وأدوات تستخدم تقنيات المعلومات وتقنيات الاتصال والإنترنت حتى نمكنه من البحث بكل سهولة ويسر والوصول إلى المعلومات والاستفادة منها. هذا من جانب. الجانب الآخر هو طبعا بالنسبة للمكتبات أيضا تحتاج إلى تحديث وتطوير بحيث تواكب التطورات الجارية في العالم كله. المكتبات في العالم تتطور وتفعل التقنية بشكل كبير، ونحن نحتاج إلى أن نواكب هذه التطورات ولا نكون متخلفين عنها. ولذلك يعني من خلال الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية الموحدة نحن نستطيع أن نقول أننا نسير في نفس الخطوات التي تسير لها المكتبات في أوروبا وفي أمريكا. جميل. طيب دكتور صالح، لو رجعنا تكلمنا عن المكتبة الرقمية، لو تكلمنا عن تدشينها لو سمحت. طبعا كان هناك حماس كبير من المكتبات العربية ومطالبة لنا من قبل أكثر من 3 سنوات باستكمال مشروع الفهرس العربي الموحد ليشمل النصوص الكاملة وتوفير النصوص الكاملة وإنشاء مكتبة رقمية عربية موحدة. وهذه طبعا من فوائدها أنها يعني تقلص الكلفة وأيضا تقلل من العبء التشغيلي على المكتبات سواء كان في المملكة العربية السعودية أو حتى في العالم العربي كله. ولذلك يعني هنا يأتي أهمية هذا المشروع، فهو يعني سيطلق المشروع المكتبة الرقمية في السحابة وسيوفر على المكتبات الجهد والمال وأيضا الضمان استمرارية الخدمات التي تقدم لأنها ستكون معمولة بأعلى المعايير وتستخدم أحدث التقنيات، بالإضافة إلى الأمان أيضا لأننا عندما يعني تكون معمولة بمعايير عالمية ستكون موفر لها عوامل الأمان التي تضمن عدم الاختراق وعدم تعطيل الخدمة في أي وقت من الأوقات. إيش المعايير العالمية اللي ذكر دكتور صالح اللي تتطلعون لها يعني؟ طبعا في معايير عالمية على سبيل المثال قواعد تستخدم في تنظيم المعلومات، يعني طبعا تسمتها المكتبات الكبرى مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية والمكتبة الوطنية الكندية والمكتبة الوطنية البريطانية وطبعا غيرها في مجموعة من المكتبات الكبرى في العالم وضعت مقاييس وضعت معايير دولية لتنظيم المعلومات. وأيضا بالنسبة لرقمنة الأوعية وتوفير المحتوى الرقمي هناك معايير أيضا دولية نحتاج إلى تبنيها بحيث يعني عندما نوفر المحتوى الرقمي يوفر بأعلى المعايير ويكون في بمستوى واضح وبمستوى يعني يسهل على المستفيد الوصول إليه والاستفادة منه بكفاءة عالية. دكتور صالح، طيب هل في أي خطة أو نية أنه يكون الفهرس ليس فقط عربي بل عالمي؟ هل ممكن يكون في شراكات مع مكتبات عالمية؟ طبعا يعني هذا السؤال جيد، يعني هو الفهرس العربي الموحد هو عربي الهوية عالمية التوجه، ونحن نهدف إلى تقديم كنوز المعرفة العربية والإسلامية إلى العالم أجمع من خلال تقنية الإنترنت، وهناك حاجة كبيرة يعني سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في الصين واليابان، هناك حاجة كبيرة للإنتاج الفكري العربي والوصول إليه من خلال استغلال تقنيات الاتصال.
هذا جانب. لدينا تعاون مع مؤسسة أمريكية اسمها OCLC ولديها أكبر فهرس عالمي يحتوي على عشرات الملايين من التسجيلات الببليوغرافية، ونحن زودناهم بمليون ومئتين ألف تسجيلة تخص أهم الإنتاج الفكري العربي. والآن يستطيع الباحث من في هذا الفهرس في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان من الوصول إلى الإنتاج الفكري العربي من خلال رابط يربط هذه التسجيلات بالفهرس العربي الموحد. ونحن أيضا من خلال الإحصائيات وجدنا أن هناك باحثون كثر من أوروبا ومن أمريكا ومن أيضا الصين واليابان يعني يستفيدون من الفهرس العربي الموحد في الوصول إلى كنوز المعرفة العربية. جميل جدا. دكتور صالح المسند مدير المركز الفهرس العربي الموحد بمكتبة الملك عبد العزيز، أشكرك جزيل الشكر ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع الثقافي. شكرا جزيلا لك.